جينا اخويا هنا لاسينيسيس الكبيره باش نطلبوا بالحق ديالنا في فقدان الشغل. دابا تقريبا واحد 6 مواه هادي هنا دافعين الطلب ديال تقديم فقدان الشغل، باقا مازال كاع ما خديناه. تقريبا دابا هما كيجازروا فينا دابا تقريبا واحد 6 مواه. صوبوا هاد الورقه جيبوها كيسينيوها لي ديليغي كيجيبوها كيقولوا خاصكم ورقه اخرى، خاصكم ورقه اخرى. دابا تقريبا دابا 6 مواه الناس اخويا 350 ديال الناس اللي خارجه من العمل. شهر 9 خدنا الكونجي ديالنا كنتفاجئوا بالمشغل ديالنا كيسد الباب عندنا. درنا مع محاوره الصلح ما كاين حتى شي نتيجه، وخدنا ورقه ديال ورقه تاع الطرد التعسفي خدنا من بعد واحد المراحل كبيره، والان بقى ما استفدنا من لاسينيسيس. حنا كنطلبوا بالحق ديالنا ديال الاستفاده، هادشي اللي كنطالبوا به اخويا. حنا جينا هنايا لاكيس باش نديروا واحد الوقفه احتجاجيه، لاننا كنطالبوا بالحقوق ديالنا اللي هي تعويضات عن قطاع عن الشغل. حنايا شغيله تاع واحد الشركه تاع النسيج في حي الصناعي كواترو فورميل 3، شركتين مدمجتين. وقفنا عن الشغل شهر 3 بسبب الحجر الصحي اللي فرضته الدوله. من بعد استأنفنا العمل ديالنا شهر 7، خدمنا شهر 7 شدينا الكونجي ديالنا عادي، في شهر 8 خدينا الكونجي ديالنا، خدينا الشهر ديالنا على اساس غادي نرجعوا للشغل ديالنا في شهر 9. في البدايه تاع شهر 9 كنجيو كنلقاو بان الشركه سدات وبان ما كاينش صافي سدات، يعني توقفت على العمل. ملي كنسولوا اشنو كاين وشنو كاين كيقولنا بان بخصوص الازمه الاقتصاديه اللي دارتها كورونا وهذا الشركه ما عندهاش زبائن وهذا. صافي مشينا دفعنا الدواسه ديالنا لاكيس على اساس باش نستافدوا من 6 شهور ديال الدعم اللي كتفرضوا اللي كتخولوا لنا الدوله. بقينا كل خطره خاصكم هذه الورقه، خاصكم هذه الورقه حتى لشهر 5. المهم شي يستافدوا شي فئه قليله جدا، حنايا تقريبا شي 500 وقيله استافدوا، شي ما كاملاش 100 واحد اللي استافدوا. عاودنا حنايا المسؤولين ديالنا والديليغيه ديالنا طلبوا قدينا الوراق ديالنا وهذا قدمناهم لاكيس، عاودوا رفضوا لنا الدواسه كاملين. علاش ما خاص واحد الورقه؟ مشاو عاوتاني جابوها. المهم بقى واحد التماطل كل خطره ورقه، اي ورقه كيطلبوها منا كنجيبوها حتى من المشغل ديالنا. اي ورقه كيقولوا لك بانهم خاصو ضروري سيني فيها ما كيتماطلش، يعني الورق ديالنا مضبوطين النقاط ديالنا هما هذوك، ولكن ما كاينش استجابه منهم كيرفضوا الطلب. اخر مره قلنا بان الطلبات ديالكم كلها مرفوضه، داكشي اللي جينا درنا هذه الوقفه الاحتجاجيه اليوم.